أنا نحب نسأل يعني إلى أي مدى تونس ستحافظ على هذا الاحتقان والذغائن بين يعني الفاعلين السياسيين؟ بن علي علاش بخلينه في السعودية؟ تو أنتم الغنوشي كان يقول يعني ربي الفوق وبن علي لوت تو الغنوشي يعني عنده الحكم يعني إيش ما يبدرش باش ينقي يعني من ضمائر التوانسة ويعني أمورهم يجيب بن علي وعواطفهم يخلي بدون محاكمة تبعا يجيب بن علي شو يجيب بن علي تبعا إيش ما بدون محاكمة محاكمة ماذا علاش حبي حاكمه يا سي حسن استنى اي علاش هو حاكمه طالب الناس مجرد ما كانوا برا بن علي حاكم النهضة محاكمة أسمع اللغة هذه القضاء والقانون في هذه القضايا السياسية قضايا خطيرة جدا مش هكا أستاذ تفضل يا سي حسن شنو هو يحاكم أما عندنا ردي ما فاهم شيء عندنا نظام قانوني أنا خرجت لك الفهم اللي كنت وارتحت منها بن علي حاكمنا يجي خسرنا أنت حاكم خاصة أنت يا كارتا ما كتبت تلفزيون في ما كنت تشكر فيه ما كنت تشكر فيه بن علي شكون مش تشكر فيه موجود في الصراحة راح خرجونك فيديو يا ولدي يزيب خرجونك في الصراحة راح يا ولدي يزيب يحشموا على رويحكم راكم عملتوا العار وانقبتوا الطار ودهنتوا الدار يزيب بالله يزيب شوف اشكر في بن علي ما حكيت منشكر هو رجل عاقل ايش دخلني في المقدار يا ودي يا استاذ عاقل هذا عقل مني شو استاذ عاقل لا لا يا شيخ